لازم نبدأها كده. ازيك يا نجم؟ يعني قبل ما تقول لنا بقى ترحب بينا وتقول لك وتقول لنا بقى منورين والكلام ده، عايز انا اقول لك مبروك، الف مبروك طبعا بعد كل سنه وانت طيب، وكل حبيبي. سنه والناس كلها طيبين، وان شاء الله تبقى سنه خير وسعاده على الكل باذن الله. عايز اقول لك يعني انا فرحان ان انا بشوفك النهارده بعد فتره غياب، مش ما بيني وما بينك، لا على الشاشه. على الشاشه، وان شاء الله يعني باذن الله يعني 2021 على اسلام الشاطر تبقى حاجه يعني محترمه. حبيبي يا نجم، حبيبي.